علي غالب الناهي، اسم الكامل علي غالب عبد المطلب الناهي. ولدت يوم الثلاثاء، وقسم يقولون الخميس، يعني الساعة بالأربعة الفجر، و11/9/1961، من مواليد برج العقرب. احنا في عائلة الوالد يحب الفن ويحب الشعر ويحب الموسيقى، ورغم هو أغلب أشعار عن أهل البيت وعن الصحابة وعن، لكن هذا ما يمنع عن أن يكون محب لأهل البيت. بديت مسيرتي الفنية وأنا في رياض الأطفال سنة 65-66 بالنشاط المدرسي اللي كان يرعى في ذلك الوقت، كان يرعانا يعني حقيقة وإحنا أطفال، ولحد الآن نتذكر الأستاذ عبد الإله عبد القادر. فبديت في هذه أول صورة، أول صورة لي عازفا للناي على مسرح المعارف اللي هو مسرح التربية، والآن مسرح عتبة بن غزوان. هذه أول صورة، وهي صورتي يعني همين بالطفولة، أحد الصور. على فكرة هاي صورتي أنا أصغر واحد، أنا والوالد أستاذ غالب الناهي، وأخي الكبير الله يرحمهما من الناهي، وأخي هيثم الناهي، وأنا علي الناهي، في مهرجان الشعر الشعبي الثاني في 5/9/1972 اللي شاركت بي أنا بقصيدة بسيطة جدا. بعدها حبيت الأوبريت، كلش حبيته. أوعز لي الأستاذ عبد الإله عبد القادر بعد فترة في 67 بعد النكسة، أو عزلي بمسرحية عن فلسطين. فكنت طفل يعني في ذاك الوقت، ولحد أنا أحزن، كانت عندي دشداشة جميلة جدا ولطيفة وكنت أحبها، شققوها إلي على أساس أنا طفل مشرد فلسطيني. زين، فكان عندي حوار في هذا على مسرح إعدادية المعقل للبنات، كانت هذه المسرحية. ما أمتلك صورة للمسرحية يعني تعرف من زمان سنة 67. بعدها حبيت الأوبريت جدا، تعلمت بعد هذا تعلمت العزف على الأكورديون، وكنا أطفال كان يعلمنا قليل من البيانو الراحل والد سيته غوبيان الله يرحمه. وهذا الناي، أنا هاي الصورة يعني اللي خلاني ألزم الناي هكذا، احد الاساتذه اللي كنت ما اعرفه، انا ما اعرف منه كنت طفل، هو طلع الاستاذ كوكب حمزه يعني بعدين، هو اللي يعني مسكني الناي بطريقه كعازف ناي. وكانت اول اغنيه كهرب يا خلال جيراوي، هي هاي الاغنيه، هاي عن ناي جيت الدارك جيت اشتكي من نارك، والاوبريت الثاني كهرب يا خلال جيراوي. بعدها جيت أعزف على آلة الأكورديون وقليل بيانو، بدأت أغني وحبيت آلة الجيتار، تعلمت أنا أعزف على الجيتار، ظليت أعزف على الجيتار فترة يعني طويلة من أنا طفل إلى أن في السبعينات بدينا. طبعا بالإضافة إلى الموسيقى والمسرح، أنا كنت أحب الخزف يعني، واللي حببني بالخزف اختي كانت صغيره جدا، كانوا كل ما يجيبوا لها لعابه، اشطر اللعابه بالنص، يمكن كل احنا لعبناها قبل هاي نخلي بها جبس، انا ما اخلي بها جبس، اخلي بها قصبه، حتى على مود تكون مجوفه، خلي بها قصبه واخلي بها الوجه الثاني من طين اسويه على مود تتجوف. وبعدين كان عندنا جيزر قديم، الجيزر كان بالمواني مبني من الطابوق، و
هو يعني مثل ويشتغل على النفط ببريمز بنفط، فجيت اجيب هذا العمل واذبه به. انا ما اعرف شنو خزف، ما تعرف الفرن هذا، ما انا ما اعرف شنو خزف، بس اشوف كانوا يطلعون، كان تلفزيون الكويت وايران فقط كان، فاكو كان برنامج اسمه حياتش من حياه الشعوب، فيطلعون شلون يسوون خزف، وانا كنت يعني جدا متابع لهذا البرنامج. وحتى كان اللي انا هسه الكاميرا الخفيه، كان البرنامج اسمه صيد الكاميرا، كان يطلع بالكويت برنامج كويتي، يعني قبل لا يجي التلفزيون عندنا بالبصرة، يعني قبل 68 67 كان بس الكويت عندنا وإيران، تعرف بالبيت لي أريالين، واحد على إيران وواحد على واحد أي، فنتابع من خلال هذا. بعدين من فتح التلفزيون، محطة تلفزيون البصرة، وكان مدير الأستاذ الكبير، أستاذنا هو الفنان إحسان رفيق السامر هاي، بدينا نتابع الفنون كلها من بغداد كانت تجي. بعدين بعد هاي الفترة احنا انتمينا الى اتحادات الشباب اللي كانت الدافع الكبير لكل فنانينا، حتى في البصرة، يعني في البصرة وفي بغداد كان هو المتنفس الوحيد ان كشباب وكأطفال، يعني كنا اتجهنا الى هذا المكان، وتعلمنا من أستاذنا الكبير إذا هو يسمعني الآن أستاذ محمد صبيح، علمنا الكثير من الآن. كنت على الموسيقى الغربية يعني مو الشرقية، بداياتي كانت بالمسرح، مسرح الطفل، أنا كنت طفل يعني في ذاك الوقت في الستينات، منتصف الستينات، وكانت رعاية كبيرة جدا من النشاط المدرسي ذاك الوقت، متمثلة بالأستاذ الكبير عبد الله عبد القادر. وبعدين كثير من الأعمال اللي من كنا أطفال يعني عملناها. بعدين اتجهت إلى المنولوج، حبيت المنولوج وحبيت المسرح، أقف على المسرح ممثلا ومطربا بدايات، يعني بدايات يعني حتى في الابتدائية والمتوسطة. بداية المسرح أنا ألفت مسرحية، وأنا بعدني يعني عمري يمكن 12-13 سنة، اسمها المكتبة، تتحدث عن المكتبة، يوم المكتبة، رادوا عندي مسرحية، فكتبت مسرحية وأخرجتها سيناريو، كنت بالثاني متوسط. حلو. أي. حلو. وشاركوا معي كثير من الشباب اللي كانوا يداومون معانا بالمدرسة، من ضمن الطلاب اللي كانوا يداومون معانا اللي صديق عزيز عليه سلمان ثامر، صديقكم، تحياتنا له. اي هذا الرجل له يعني، هذا كان طالب معنا مرحلة أولى، معكم مرحلة أولى، وكان وياي بالمتوسطة هو. نعم. كان يحب هذه الأمور، المسرح، وكان يعني اختصاصه بالمسرح الجاد يعني، والكوميديا الجادة، يعني كان يتقمص الشخصيات. نعم. بشكل رائع جدا، شخصيات الأساتذة اللي يعني من ذاك الوقت هو كان يكشف الفساد، فساد الأساتذة الموجودين بالمدرسة، اللي ما يدرس، اللي يجي يطرحها بالحفل السنوي، حفل السنوي يخلي الرحلة يجي وتعقب فترة هو يعني كان عندنا مدرس يدرسنا أحياء، هذا يجي طلعوا الكتاب يظل بس يقرأ هيجي وخلص طبق كتاب وراح طلع، فهو أول ما يجي يقول هيجي يسوي حركة، ياخذ الرحله، يقوم الطالب من الرحله فهو يقعد عليها يصير هيك. فسلمان ثامر جابها نفس الشيء. نعم. فقالوا هذا يقصد فلان من الاسد ذاك الوقت. اي وكان قلت لك هذا الاوبريت عنبر ورد، هو اللي جاب هذا الاوبريت، وانا احد المشاركين في هذا. نعم. عملناه بعدين باتحاد الشباب بالجبيله. كانت مشاركات لي كثيرة يعني بالنسبة للموسيقى والغناء، لأن بعد ما تعلمت على آلة الجيتار، وهذا كان الكتاب الأول اللي تعلمت من عنده يعني بعض الأمور، زين تعلمت قليل من النوطة. ليش؟ لأن يعني كان يمنا أبونا أحد يعني قس، هو كان بالمعقل يريدني أعزف له على الأورجن، بس ما كان عندي أورجن، كان عندي أكورديون، فيعطيني عندي كتاب، اعطاني كتاب، هو هاي باقي من عنده نسخه، لان بقي قلت لك. نعم. هي باقي منه نسخه هاي التواشيح. نعم.
ديني حافظ التواشيح؟ ما انا ما حافظ ناسيها هسه الان ناسي الا اقعد يعني على الاورج والنوطه الاورج هسه ما عندي يعني اي يعني هو على طوباك بطرس الزعيم يا صخره الحق القويم هيك يعني يعني في بيعة الرب وهي تدوم في الدهور بشراك فلكل امتلأ من كل صنف وهلا يعني هو يعني أنا بعد هي مثل الكتاب يعني شلون القرآن مثل هو شلون القرآن شلون الدعاء هكذا أنا ما أريد أدخل في يعني طريقة تختلف نفس الشيء نفس الشيء يعني مثل ما القرآن مرتل الإنجيل مرتل يعني نفس الشيء اي فكنا نحترم يعني رجال الدين فمن يقول لي لابوي اريد نعم اريد علاوي يجي اليوم يعزف لنا على الاورج زين انت كنت تحفظهم شيء جديد صغير لعانه كنت اسوي هو ينطوني هاي اي نعم نعم, نعم, نعم. اي فما كنت ضعيف يعني بالقراءه النوطه بالجيش صدفة يعني التقيت بالله يرحمه أستاذنا العزيز أبو زينة الله يرحمه صباح عبد القادر عازف كمان فعلمني النوطة بحذافيرها يعني علمنيها كنت أقرأ بس مو سريع يعني وأنا أقرأ غربي مو شرقي فعلمني الشرقي والغربي يعني وبدون آلة خلاني ينطيني فد شيء وأقول له هي شيء يعني علمك النوطة ولا علمني النوطة علمني إياها والحمد لله وشكر وهاي عندي أنا بالنسبة للنوطة استعانيت بكتب ودفاتر إخواننا الموسيقيين اللي كانوا في معهد الفنون الجميلة أنا لين ما رحت المعهد الفنون الجميلة لظروف كانت ظروف عندي فظلت أخذ النظريات العامة هاي النظريات أخذها من الطلاب اللي موجودين يعني الموجودين بال يعني هاي في كتابة الإيقاعات الوحدة والمقسوم هاي فأنا أعرفها يعني فأنا أعزف 9 آلات موسيقية حلو اي اللي هي أعزف الأورغن والبيانو يعني والدرامز نعم الدرامز الشرقي والغربي اي والدرامز البيركشن زين بيركشن الشرقي والغربي يعني البانجوز والدي تي اكس هذا البيركشن الغربي يعني أعزف أدوار هو أستاذي هو أستاذي بالنشاط المدرسي يعني أنا بعد ما وصلت إلى الإعدادية هو كان أستاذي بالنشاط المدرسي أنا ما عرفت النشاط المدرسي نهائيا وظليت مستمر بالنشاط المدرسي إلى أن يعني إلى أن لبست بجيش 83 رسالة أستاذي هذا أستاذي اعتز بي علمنا كل شيء علمني الحب والفرح والموسيقى تعلمته حبيته زاد حبي إلها من كنت مع أستاذ أدوار يعني هو يتذكرني أو ما يتذكرني يعني يتذكر هاي الأمور أو ما يتذكر وكان فلحظة أنا ما أنسى 2 يعني في حياتي هؤلاء هم في القلب يعني معاهم أستاذ أدوار الأستاذ مصطفى خليل والأستاذ الكبير إبراهيم الشمسي الله يرحمهم يعني هؤلاء هم يعني والدي أستاذهم درسهم يعني لغة عربية فكان أستاذ إبراهيم أستاذنا الكبير أبو خالد كان يعاملني معاملة شون ابنه يعني هيجي فهو اللي شجعني أن أصعد على مسرح نقابة العمال يوم من الأيام إجت كان ويا فرقة موسيقية شرقية فأنا لازم جيتار جاي أعزف فشاف تحويلاتي مع الأغنية الأغاني كانت حجاز نهاواندي يعني ما بيها ربع تون يعني مو بيات أو سيجا أو رست يعني المهم كلها عجم ونهاواند كورد لامي فشاف تحويلاتي قال لي انت اليوم ويا قلت له انا ما متمرن قال لي وياي بغداد يا فيض السماحة بغداد يا فيض السماحة لم يزل فيض السماحة للندى يغريني بغداد يا فيض السماحة لم يزل فيض السماحة للندى يغريني الرافدان على البطاح تماوجا خيرا وفي الشط الكبير ظنوني الرافدان
على البطاح تما وجا خيرا وفي الشط الكبير ظنوني بغداد يا بغداد بغداد يا بغداد بغداد من خمر الهوى رويني. مشروعي الآن هو ألحن كلمات الوالد كل قصادة الوطنية والغزل، لأن طباعة الكتاب في هذه المرحلة يعني ما حد يقرأ كتاب، حتى لو كان الكتاب موجود يعني طباعة إلكترونية موجودة، لكن الشباب اتجاههم إلى سماع الأغنية، فحبيت ألحن هذا المشروع. يعني آليت على نفسي أن أكمله، يعني لازم أكمله حتى إن شاء الله الوالد يرضى عليه حتى هو ميت، لأن ما قدرت أنشر بعض القصائد وبعض المؤلفات اللي عنده، مؤلفات كثيرة لظروفي الخاصة اللي تكلمت عنها سابقا، تعرضت لهواية أمور. فالآن أنا يعني بجد جبت استوديو سويت وأخذ جبت غراب على مود وأجهزة على مود ألحن قصائد الوالد. الوالد كان يحب الحياة، يحب كل شيء جميل في هذه الحياة، والجميل في الحياة هي الأنثى. أنا طبعا مؤمن بهذه. الشاعر يقول عن المرأة وأنا مؤمن بها: لو لم تكن مخلوقة لعبدتها وجعلتها عندي إلها ثاني. الله. الوالد يقول: تغفو على ثغرك النشوان أحلامي، وترقص الوجد فوق النهد أوهامي، وجفنك الثمل المخمور مختلج بنظرة عربدت خمرا بلا جامي، وشعرك التائه الممراح متئد فوق المتون غروب ليله طاني، وقدك السيف إن ينهض فقبضته خصر تزنره أحداق هيامي، علية الخلق يا ألحان ملحمة فيها القصيد كإيقاع وأنغام، أتيت والحب جدلان تهدهده عواطف رقرقت همسا بأعوام، أليس عيناك في لقياي رحبتا وأشرقت بسمة غالت بإيلامي، مددت كفا كساه النور لينة فيها تؤسين دنيا دنياي آلام. هنا تؤسين يعني الطبيبين آلامي اللي في قلبي، لو تعلمين بما في القلب من وله وما أكابده من حبك الدامي، لما رضيت على بلواي تؤرقني وتحزم النار في قلبي وآيامي، وتكسف الصبح محزونا يطالعني وتنسح الليل من همي وأسقامي. بغداد من خمر الهوى رويني، ومن الكؤوس الناشجات اسقيني، بغداد من خمر الهوى رويني، ومن الكؤوس الناشجات اسقيني، ولقد ضمئت إلى مياهك ثرة تطفي لواعج لوعتي وشجوني، ولقد ضمئت إلى مياهك ثرة تطفي لواعج لوعتي وشجوني، النخل والشجر الأنوف يشدها عرق تفرع من يد المأمون. بغداد يا بغداد بغداد يا بغداد.
شوف هاي الثقوب اللي بالناطة موجودة بالستاند مارت الناطة، هنالك ثقوب في قلبي وحسرة كبيرة منذ عام 2008 ولحد الآن. فقدت والدي الله يرحمه، وبعدها فقدت إنسان عزيز علي، ومن جراء حادث إرهابي ابني أصبح معوق. وهاي أحد الصور اللي كان نائم بالمستشفى فيها. هاي تؤلمني دائما هذه الصور، يعني من يصدف أن أشوفها قدامي. كان طفل عمره 9 سنوات أو 10 سنوات، الحمد لله وشفى. هذه الصور أخذتها أثناء إصابته. إحنا طبعا عائلة كاملة كنا في بغداد، وتأثرنا بهذا الحادث الإرهابي، تعرضنا كلنا، العائلة كلها تعرضت له. فقدت ابن خالي اللي هو عزيز علي جدا، وصديقي مقرب إلي كذلك تعوق في هذا الانفجار وفقد ابنه استشهد، وأنا ابني تعوق من 2008 ولحد الآن. هاي صورة من كان طفل، يعني هاي صورة من كان طفل، وهاي الصورة الثانية. بعدين اتعوق، أخذت لي السليمانية. طبعا أنا كنت أمسر جمعية التعاوني لمنتسبي وزارة النفط، فالتقيت بوزيرة البيئة الأستاذ نرمين عثمان، وشافت حالة ابني، قالت لي أستاذ ليش ابنك هيك؟ فطلبت من عندي أن أخذه إلى منظمة اسمها منظمة كرد، فهي اللي طلبت أن أجي إلى السليمان هذا. وهي منظمة كرد مشكورة، هي أول منظمة عملت طرف الابن بعد معاناة. استقريت في السليمانية، بعدها فقدت كلياتي. شلون؟ يعني الحزن والألم تجمع في جسمي أثر على كلياتي وكفى. أثر هذا الحادث الإرهابي اللي صار بعد سنة، يعني من بعد الحادث، بعد سنة أو سنتين من الحادث. طبعا هذا الطفل كان متعلق بي جدا. عندما أخذوني بالسيارة يباهوا عليه، يعني ينظر يقول أبوي راح بعد، من يوديني؟ من يسوي لي طرف؟ وهو لحد الآن أي حقوق ما مستلم، أي حقوق ما مستلم من الدولة لحد الآن. إحنا ما نريد نحزنكم معنا، لكن هي حقيقة، واقع، واقع البلد، واقع العراق، والعراق العظيم ويبقى عظيم إن شاء الله. فأنا بهاي الفترة اللي ابني تعرض بيها، وبعد أنا أخذت للسليمانية وكلنا رحنا للسليمانية، أنا تمرضت، استغليت هذه الفترة من 2011 ولحد الآن أن أكمل دراستي كلها. اختصاص فنون تشكيلية خزف سيراميك اختصاصي، كملت الحمد لله وشكر. أنا مكمل قبل البكالوريوس وكملت الدراسات العليا وعلى حسابي، يعني وكانت أونلاين، لكن الباحث اجى يعني في السليمانية وناقشت البحث مالتي الحمد لله والشكر وبامتياز مع مرتبة الشرف. الماجستير عن الفن البيئي بالسليمانية، كله بسليماني، مو قلت لك أونلاين، يعني أنا بكالوريوس بالبصرة، جامعة البصرة. وأنا أفتخر بأساتذتي الأعزاء في كلية الفنون الجميلة، أستاذي
الدكتور صباح الشايع، علمني الكثير، تعلمت منه كيف أدرس وكيف أكتب عن تاريخ الفن بالمختصر. كان ما يحب الكثرة، يحب الاختصار، وكان درجاتي الحمد لله وشكر عنده، كنت شاطر يعني أدرس أتعب نفسي. وعلى فكرة أنا أكملت دراستي الدراسات الأولية والعليا وأنا ما قايل لأهلي نهائيا، يعني ما حد يدري بيها، بس بنتي قايل لها أنا جاي أدرس بالكلية، فزوجتي ما تعرف، خواتي ما يعرفون، إخواني ما يعرفون. فبعد ما أكملت يلا عرفوا أنا كمل دراسة. وتأثر أستاذي الكبير كذلك، الأستاذ الكبير الدكتور عبد الستار ثابت البيضان، تحياتنا له تحية كبيرة لهذا الرجل العظيم، يعني على اتصال بي دائما، يعني يسألني ويسأل عن حالتي، دائما يتصل بي ومتفضل علي دائما. الدكتور عبد الستار ثابت البيضاني الأستاذنا الكبير كان يدرسنا حقوق إنسان، فكنت من أكتب له موضوع، هو يقول للطلاب، يقول أكو عندكم إعلاميين وصحفيين وكتاب، فمرة من المرات كتبت موضوع عن آسيا بنت مزاحم بعد الحادث يعني اللي صار بي. أنا آسيا بنت مزاحم أحبها، يعني امرأة من الماجدات، إنزين، فجاي لزم الورقة مالتي فجاي يقرأ، بكيت أنا. أنا أحب آسيا بنت مزاحم لأن أمي اسمها آسيا وبنتي اسميتها آسيا، زين، فدمعت عيوني على اللي كاتب أنا هو قرأه. قلت فأنا من أنطي درجات كاملة، أنتم تعترضون ليش أنطيت فلان درجة وفلان درجة، فأنا أعطي على الكتابة، أنا أكتب قليل بس موضوع. حتى سب الشعر من أنظم قصيدة، ما أكتب أكثر من 7 أبيات أو 8، أختزلها يعني إذا كانت القصيدة طويلة حتى ما أصير بها أي معنى، أي روحية ما تبقى بها. حتى شوف حتى الوالد يعني نفس القصائد اللي قرأناها مو أكثر من 7 أبيات 8. نتحدث عن الارتجال، القصيدة أو الحديث اللي تحدثت به في حفل تأبين والدك. في حفل تأبين والدي هم سجلوه لك وبعدين قدموه، يعني أنت ارتجلته. أنا ارتجلت قسم من القصيدة، ارتجلتها ارتجال. أي نعم. طبعا الأستاذ الكبير الأستاذ سالم القريني، نعم، والدكتور والعزيز على قلبي الدكتور صدام فهد الأسدي، نعم، تحياتنا له، يعني جو قالوا لي لازم نسوي حفل تأبيني للوالد، وهاي قصائدهم موجودة، أنا إن شاء الله أنشرها. نعم. إن شاء الله أنشرها. فحضر كثير من الأخوة اللي موجودين بالبصرة، الشعراء أستاذ كاظم الحجاج والأستاذ كريم شريف والأمان العام لحركة العراقيين الحرة، حضروا كثير من رجالات الدين المسيحيين والصابعة والإسلام. بداية الحفل التأبيني للوالد ألقى الدكتور صدام فهد الأسدي قصيدة رائعة، هواجس على ضفة البكاء، والأستاذ سالم القريني قصيدة إن كان صديق للوالد، قصيدة وكلمة. أنا ما كنت محضر قصيدة، يعني تعرف كنت ملتهي وحدي، يعني صحيح قسم من أهلي إجوا، واحد من أولاد عمي أو اثنين يعني إجوا من عندهم، الباقي أصدقاء. فارتجلت قصيدة، طبعا بدايتها يا راحلا وجميل الصبر يتبعه، هل من سبيل إلى لقياك يتفق، ما أصفتك عيوني وهي دامية، ولا وفى لك قلبي وهو يحترق.
ما أنسى فضل صديقي العزيز الأستاذ الكبير الفنان الخطاط والرسام والموسيقي الأستاذ عيسى حسين، اللي في بداية كورونا شافني قاعد يعني وحدي ضايج، فجاب لي هاي الهدية المتواضعة مع دفاتر الرسم. أنا طبعا أعشق الألوان المائية، واللي حببني بالألوان المائية أستاذي وهو بمثابة ابني يعني الدكتور أسامة نوري، كان تحياتنا إلى أنا كلش أحبه، يعني هو يعني بعمر ابني لكن هو أستاذي. كنت أرسم كان يحب الرسم مالتي بالألوان المائية يعني، وكان درجاتي عالية عنده. في تحياتي له وتحياتي الوالدة الفنان الكبير، وأوجه تحية كبيرة لكل فناني البصرة، فناني العراق، أخواني وزملائي وأخواتي وزميلاتي وأولادي وبناتي وأحفادي. الآن أحفادي هم يعني كلهم صاروا رسامين وفنانين. والشيء الوحيد اللي أفرح به دائما من أدخل إلى أوركسترا الطفل، طبعا الدكتور قيس عودة والمايسترو علي قاسم، يعني لهم فضل كبير في إحياء الدكتور عدنان ساهي. أنا ما التقيت به دكتور عدنان ساهي مع الأسف، يعني الآن هاي الفترة اللي كنت من أحضر أشوف يعني الأمهات في لهفة على أبنائهم، يعني يجيبونهم يتعلمون الموسيقى، يتعلمون فد آلة لطيفة جميلة. فهذا يعني يكون عنده فد يعتد بنفسه، يحب شخصيته زين، فهذا شيء جميل جدا. طبعا أوجه تحية لكل أساتذتي في كلية الفنون الجميلة في قسم الفنون التشكيلية وفي قسم الموسيقى وفي قسم المسرح والتربية الفنية كلهم جميعا والسمعية والمرئية، وكلهم أصدقائي وأعزاء علي جدا، يعني أنا صديقهم قبل أن أكون تلميذهم أو زميلهم. كثير من الفنانين من دخلت للكلية، أنا دخلت فنان، ما دخلت يعني أريد أتعلم، لا دخلت فنان موسيقي معروف الحمد لله وشكر، وتشكيلي على قد حالي، لكن تعلمت تقنيات الخزف، تعلمت شلون أرسم. وما أنسى الأستاذ فراس الله يرحمه، دكتور فراس الله يرحمه، كان يدرسنا تخطيط الله يرحمه. وطبعا ما أريد أذكرهم، يعني أذكر واحد اثنين هم كلهم أعزاء علي ولهم فضل كبير على البصرة وعلينا كل احنا كفنانين. وتحياتي أخيرا تحياتي إلى نقابة فناني البصرة متمثلة بالأستاذ فتحي شداد وكل من يعمل معه والأستاذ علي العبيدي. خذيني أمي إذا عدت يوما وشاحا لهدبك، خذيني أمي إذا عدت يوما وشاحا لهدبك، وغطي عظامي بعشب تعمدا من طهرك بك يا أمي، وغطي عظامي بعشب. أمي رحمه الله تعرضت إلى حادث حريق، احترقت يعني احترق جسمي كله، فجابوني محترق، ماتت علي لا هي رحمه الله، فما أقدر أذكرها يعني ماتت رأسها من الصدمة. خذيني أمي إذا عدت يوما وشاحا لهدبك، خذيني أمي إذا عدت يوما وشاحا لهدبك، وغطي عظامي بعشب تعمدت